ترى إذا أنت ألغيت قضية إنه الإسلام طريق الجنة وإنه الكفر طريق النار، ها؟ فأنت ألغيت الإسلام، ألغيت جزءا مهما من الإسلام لا يتمايز به الإسلام. ومن يظن إنه هذا الباب هو باب يناقض التسامح فهو مخطئ تماما. من تمام التسامح ومن تمام الرحمة أن تبصر من يسير في طريق خاطئ، أن تبصره بخطأ طريقه ومآله. مو أجي أخدعه وأنا أعرف الحق من الباطل وأجي أقول لليهودي أو النصراني ما عليك مشكلة، دينك إبراهيم ترى كلنا حبايب، أمور تمام، نتقابل في الجنة إن شاء الله، بس إحنا نروح حوض النبي صلى الله عليه وسلم وأنتوا تروحوا حوض آخر، بس نتقابل في الجنة. أنت جالس تخدع وتكذب عليه. من تمام التسامح والرحمة أن أحب له النجاة في الآخرة، فأقول له طريقك هذا ينتهي إلى النار، لا أكذب عليك، أنت ملزم باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، هذه براهين نبوته. الآن تعكس القضية، لا تعالوا يا جماعة ترى احنا نحبكم وما في أي فرق بيننا والأمور تمام وكلنا حبايب ولنا عيش وملح وتاريخ ومشتركات وأمور وكذا. إيه طيب، والعقيدة والجنة والنار، لا كلنا لكم دينكم واليدين إلى آخره من الأطروحات. ماشي، ترى أنا من أقول إنه هو طريقه ينتهي إلى النار، ترى مو معناه إني أنا بروح أمسك وبلطشه في الشارع، مو هذه الفكرة. هي الفكرة أنا من وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبين من أعظم صور الرحمة أنه يبين للناس الحق من الباطل ومآل طريق الحق ومآل طريق الباطل. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم، كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. سورة محمد.